حدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري اليوم من ولاية الطرف التأكيد على ضرورة تعزيز الطاقم الطبي بالوسائل البشرية والمادية، وهذا خلال زيارة تفقدية قادته للعديد من المؤسسات الاستشفائية بالولاية. سعيد بلوريس. طاف السيد عبد العزيز زياري وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات أثناء زيارته لولاية الطرف بمختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية العاملة، حيث عاين طرق تسييرها ومدى تجنيد الأطقم الطبية وشبه الطبية، حداثة التجهيزات وتوزيعها الجغرافي للتكفل الأمثل بصحة المواطن. الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة هي فيما يخص إنجاز برنامج فخامة رئيس الجمهورية يتوعد به وليمسجل في المخطط. واليوم اكتشفت ان في ولايه الطرف اللي بديت الزياره الى يوم الى هذا الدقيقه لما كل المشاريع انطلقت، كل المشاريع ما بقاتش ولايه الطرف معطله فيما يخص المشاريع اللي هي مسجله في المخطط. هذا وسيتدعم قطاع الصحه بعده مؤسسات لعل اهمها تلك المتخصصه في الاستعجالات الجراحيه والطفولة ومستشفى البسباس لرفع القدرات الاستيعابية للقطاع الصحة بالولاية.